السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا أن يرحمنا في الدنيا والآخرة وأن يجعلنا طيبين مستبشرين. وصلتني رسائل كثيرة على الواتساب من إخوة غيورين وأخوات فضليات، أسأل الله جل وعلا أن يكرمه إياهم بالجنة وأن يدخل الله عز وجل جنة الدنيا وجنة الآخرة. فأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم عيش السعداء ومدى الشهداء ومرافقة الأنبياء. والله العظيم أسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا يعني للرضا والخير والرزق، وأن يصب عنا خير صبا صبا، وأن يحيينا على الخير والفضل، وأن يتوفنا وأن نرد. اللهم آمين. فيجمع الله لنا بين الحسنيين وبين خيري الدنيا والآخرة، آمين. فتصلني رسائل كثيرة على الواتساب أن هناك من سرقوا فيسبوكي إلى الآن يتاجرون به تجارة ويعملون ويتلاعبون به، فكل مرة يضعون أرقاما وأرقام، لأن من سرقته في أكادير، من سرقته هي في أكادير، وتضع عناوين وأرقام لرقات في أكادير أو في مدن أخرى. الغاية كثيرة جدا والهدف واحد وهو الإساءة. فإني أقول غير مسؤول بتاتا عن أي رقم من الأرقام. أعلم أن الرقاة كثر بفضل الله عز وجل، التجئوا وتوجهوا إليهم، لكن يكونوا رقاة شرعيين أول شيء، لكن لست مسؤول عن أي راقم إلا الأرقام التي سوف أعرضها. وأقول ليس لي فيسبوك، إنما الذي أتواصل إما على الواتساب أو على رسائل الجوال أو أرقامي الخاصة. سأقول لكم الآن أرقامي التي أسأل عنها. الرقم الأول 00212661365951، هذا رقمي الخاص وعليه الواتساب. الرقم الثاني 00266257731. الرقم الثالث 00212663501224. هذه أرقام معروفة وقديمة بفضل الله جل وعلا تعالى بها دائما. رقم خاص بالمركز 00212522206624. هذه هي الأرقام. وهناك رقم خاص برفيقي، هذا أنا أرسله على الواتساب لمن يتواصلون معي، وعندما أرى إلحاحا والحالة مستعجلة أمدهم به حتى أتواصل معه من هاتفي، لأن هاتفي غالبا يكون دائما لا يقف عن الاتصال وعن الرن، يعني دائما فيه اتصالات وفيه مكالمات وفيه رسائل جديدة وكثيرة جدا، فحتى أنقحها صعب علي، فيحتاج مني هذا إلى الآن تقريبا ساعة ما نظرت، فوجدت أكثر من 100 مباشرة من رسالة على الواتساب في ظرف أقل من ساعة ما تواصلت على النت، يعني صعب جدا. فلهذا أنا أقول الإخوة والأخوات هذه أرقامي، ليس لي فيسبوك، وإنما رقمي هو الذي عليه الواتساب، والأرقام هي التي أسأل عنها. مع هذه الأرقام لست مسؤول، والحمد لله الرقاة بكثرة، فمن لجأ إلى رقم شرعي أسأل الله أن يجعل عليه الشفاء، لكن لا أسأل إذ وضعوا في صفحة سموها باسمي وضعوا عليها أرقام، أو قناة سموها باسمي وضعوا عليها أرقام، لا أسأل، أرقامي هذه فقط. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأسأل الله تعالى أن يشفينا وأن يعافينا وأن يجعلنا سبب تشافى وتعافى، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأسأل الله جل وعلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.